السلام عليكم أحبائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله الجميع بخير. أنا اليوم رح أعمل الكوكي العملاقة، كوكي حلزونية، وصفة كتير طيبة، كتير سهلة، كتير رح تعجبكن. يلا نبلش ونشوف المقادير معانا. أول شي محتاجين 1/2 كيلو طحين أو 4 كبايات طحين، معاهم ملعقة بيكنج باودر مثل ما شايفين أنا حاطة الملعقة فوق منهم. معانا 3 بيضات، معاي 150 جرام زيت يعني ما يعادل كوب من الزيت، معاي 1.25 كوب من السكر، معاي ملعقتين كاكاو وفانيلا، ومعاي هون أنا رشة ملح وملعقة صغيرة من برش الحامض، وراح نحتاج كمان عصرة حامض. خلينا نبلش. هلا بنحط السكر بقلب الوعاء مثل ما شايفين، وبدي احط فوق السكر الزيت، البيض، ومثل ما شايفين هون معانا عصرة حامض. شايفين قديه يعني مش مالين الملعقة تاعت الأكل، بنحط فيهم عصرة حامض مع رشة الملح وبرش الحامض، بنحطهم فيهم، وطبيعي نحط معاهم ملعقة الفانيلا مثل ما شايفين. أول شي شو بنعمل؟ بنضرب هو كلهم مع بعض مثل ما شايفين. بسم الله. مثل ما شايفين جينس المزيج مع بعضه، هيدا الشكل اللي نحنا بدنا اياه. رح نبلش نحط الطحين شوي شوي، وناخد بالملعقة ملعقة خشب، ملعقة سيليكون، اللي بدكن اياه. اول شي رح احط البيكنج باودر وحط فوق منهم شوية طحين مثل ما شايفين. بدي اشيل الملعقة، بسم الله الرحمن الرحيم، واخلط بايدي مثل ما شايفين هون. هي وحط باقي الطحين. راح اجيب وعاء وشيل فيه شوي من العجينه مثل ما شايفين نحن هون، راح شيل شوي حطهم بصحن على جنب او باي وعاء بدكم اياه حطوه. قبل ما اكمل عجنهم انا هيك راح احط، مش رح حط كمية الطحين كلها، رح حط وسيب شوي مثل ما شايفين هيك لأتأكد انه انا ماني بقى بحاجة لطحين. Thank you.
نزودها شوي كمان. فإذا حطينا آخر شوية طحين من اللي كنا تاركينهم. إحنا بدنا عجينة طرية، عجينة ملمومة على بعضها. فإذا أعزائي إحنا عملنا الشقفة البيضة، هلا عنا الشقفة التاني. طبعا إحنا كنا قايلين في ملعقتين كاكاو رح نحطهم عليهم على الشقفة اللي كنا شايلينها على جنب، ونبلش ندعكم فيها مثل ما شايفين لحد ما يصير معانا عجينة متجانسة. فإذا أحبائي أنا بعد ما خلصت العجينة، معلش أنا الكاميرا قطعت معي وأنا عم بلفها بالنايلو، أنا بعد ما خلصتهم حطيتهم بالنايلو مثل ما أنتم شايفين للعجينة، ورح حطها بالبراد لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة بنرجع عشان نشوف شو بدنا نعمل فيهم. طبعا معانا عجينة طرية، وهنشوف قد إيه العجينة ناجحة وقد إيه رح تطلع معانا كوكيز رهيبة. انتظروني نص ساعة لما تسقع شوي برجع لكم. فإذا أعزائي نحن شلناهم من البراد مثل ما شايفين، رح نفتحهم نبلش شغل فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي الشوكولا نحن خليناهم بالبراد لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة شلناهم مثل ما شايفين. انا رح اخذ شقفي هيك، وابرمها مثل ما نحن شايفين. برمنيها مثل ما شايفين. هلا رح ياخذ وحده شوكولا وابرمها مثل ما برمت الابيض. انا بدي اعملها اقصر شوي من البيضه. وبتكون بنفس المستوى مثل ما نحن شايفين، نفس السماكة. أنا عندي هون صينية دهنتها بشوية زبدة. أول شي بدي أخد هيدي بهالطريقة، هيدي بتكون أطول شوي، ولفها هيك.
قبل ما نبلش تعملي فيهم هناخد اول شقفه حطيناها ونحطها بنص الصينيه مثل ما نحن شايفين هيك. نكمل. مثل ما شايفين بناخد الشقفة نوصلها هيك بهالطريقة. فإذا أعزائي نوصل القطع مثل ما نحن شايفين بهالطريقة هي ومنلف. مثل ما شايفين هلا بنفوتها على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. بنحطها على الرف النصاني فوق وبشوفكم لما تخلص. فإذا أحبيبي وهي الكوكي خلصت، الكوكي العملاقة مثل ما قلنا. أنا معي هون بهيدي الكيسة ملعقتين عسل، هي لازم نحط مربى بس بما انه ولادي ما بيحبوا المربى فانا رح احط عسل. معي هون ملعقتين عسل مثل ما شايفين، ومعي هون بندق مكسر. انا شو رح اعمل؟ رح ادهن العسل على الوش. فإذا أحبائي هيدا شكلها النهائي مثل ما شايفين. رح نقطعها لنشوف كيف طلعت من جوا. شايفين ما شاء الله شكلها كتير لذيذ، ريحتها بتعقد وملي المطبخ. عنجد أكلة طيبة كتير رح تعجبكم، هي كوكي بكل معنى الكلمة. من جوا كتير مقرمشة مثل ما شايفين، من برا العسل رح يعطيها نكهة تاني مع البندق. شايفين كيف الكوكي؟ شايفين كيف عاملة؟ شكلها رائع، ولو دقتوا طعمتها قديه لذيذة وقديه شهية. بتمنى منكم تجربوها، يا ريت تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، ومأكول الهنا والسلام عليكم.